صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس تي زد. كيما راهم بيان اليوم جيت نحي عليكم اكبر مشكل واكبر حيره تبقى لنا ونحبوا نبكيو كي يجيبوها لنا ولا كي تكون عندنا مناسبه دائما تهربوا منها، وهي اغسيل الكرشه او الدواره. ودائما تشد لنا الوقت والمطايب ويحرق لنا، وكيفاش نديرو هذاك طلاق النساء هذاك وحده، ديوان وحده، حكايته وحده. الوغ اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقه من أسهل ما يكون، بسيطة جدا وسهلة وتقدري يعني عندك في الدار، يعني ماشي بمكونات ما كايناش. اي اون بليس دو سا ما تبقيش واقفة عليها بزاف، يعني ان فوا يقولوا لك عندك غسيل كرشة ولا تشها راجلك كرشة ولا عزوجتك ولا اي واحد عندك في الدار تشها عندك الكرشة، سهلة تجيبيها في دقيقة تغسليها على الواقف ديريكتومون وتروحي توجديها لهم بلا تعب بلا والو. ما منعطيك أسبيس كيف تنحي الريحه من كامل الدار. الوغ هنايا واش عندي انا، هنايا اليوم تسوقت وجبت معايا هاد الكرشه هادية، راكو تشوفوا بيها نحيت هذيك الدواره تاعها وحطيتها بجيه في وسط الخل، خل ابيض. والكرشه راكو تشوفوا كيفاش راهي، نظفتها على بر على الداخل انفا على هذاك البياض هذاك الدخلاني، نحيت منه كامل هذاك الشحم. وعلى برا هذه هاد الطبقه هذه الكحله، كاين بزاف بنات اللي يقول لك حنايا جوست نكرطوها ونخلوها، يعني نغسلوها برك ويخلوها هكذا، ولكن كاين اللي يحبها بيضه كحالتي، انا نحبها بيضه تولول. الوغ كيفاش ندير انايا طريقتي انا المعتمده كيفاش؟ نحط هكذا عندي هاد البسينه هذه، نحطها نوضع فيها الماء سخون يغلي، من بعد نوضع فيها الكرشة تاعي ونضيف لها هاد العبسة اللي هي ساشي تاع لوفير شيميك وبيا خميرة الحلويات. يعني تو سامبلومون راح نضيف هنايا، هنا تو ديبو الكمية اللي عندكم، تحبوا تضيفوا ساشي تحبوا تضيفوا زوج، انا ما نكذبش عليكم راح نضيف زوج باش ما نبقاش واقفة معها بزاف، باسكو راح نديرها للفطور وراها ديجا راها 11، يعني عندها ساعة نغلق عليها في لاكوكو تكون واجدة. الو راح نوضعها هنا، راح نوضع عليها الساشي الاولى، نضيف لها الساشي الثانيه. هكذا نسي بيدي لا تستحملوا السخانه، سينو هكذا بالمغرفه تاع اللوح ولا هكذا تسيو باش توزعوا كامل الخميره على الماء اللي يكون الماء الطايب هدايا. من بعد هنايا الا حبيتوا تخلوها شويه من بعد تنظفوها، يعني تقدروا حتى الماء يبرد تماما، سينو هكذا كيما درت انا راكو تشوفوا تمتم انايا راح نرفدها بيدي، انا يديا شويه استحملوا السخانه، راح هكذايا بيديا وراح جوست بصبيعتي راح نحي ديك الطبقه تو سامبلومون، يعني بمعجزه راح تطير بلا تعب بلا تكرات بلا تبهديل بلا ما نبقوا نرشوا في الحيط بلا ما نبقوا نبهدلوا في الدنيا. زوج دقائق بالخف راح تتنحى لنا هكذا. شوفوا ما مقصت لا فيديو تمتم راكم تشوفوا فيها كيفاش راها تتنحى فاسينمون تتنحى لي. انا هنايا راح نخليها الحين ما يبرد الماء باسكو راه يغلي بالبزاف، تقدروا تخلوها كما هكذا، تقدروا تخلو حتى الماء يبرد تماما وتعاودوا تنحوها تانيك هكذا غير بيديكم، ما تستعملوا والو، يعني غير بيدك هكذا كشغل راكي تغسلي فيها عادي راح تتنحى وحدها. راكو تشوفوا كيفاش راهي تتنحى، فوالا هاوليك الريزولتا كيفاش تكون بيضاء تولول. شوفوا هذاك الكحل تاعها كامل، حتى شوفوا هذاك طلاق النساء، شوفوا كيفاش رجع بيض بيض بيض، الشكل تاعو رجع يخوف، رجع بيض بالبزاف. هذاك لي كوان تاعو اللي موالف يتخبى فيهم هذاك السواد هذاك تاع الكرشه ما كايناش، بيض تماما بلا ما نبقاو، يعني غير صبيعاتنا بلا ما نبقاو نفركو ونعاودو ونبهدلو في رواحنا ونبهدلو في الدنيا. الوغ راكو تشوفو انا هنايا نخليها في الخل، يعني بعد ما نغسلها كلش وزيد بزياده راكو تشوفو بالماء السخون موالف كي نبقاو ندخلو ونخرجو في الماء السخون كشغل تتكور وتعصى شويه، كشغل هكذا الطبقه تاعها تخشان وتعصى، ولكن بهذه الطريقه تبقى هكذا. راكو تشوفو كيفاش الطبقه تاعها هايله وطيابها يجي خفيف، يعني نص ساعه فلاكوكوط وهي طابت.
انا هنا نخليها في الخل باش الريحه نتاعها تروح، باش هذيك الريحه القويه نتاع الكرشه هذيك كامل تروح. نحطها هكذا في سنيوه هذيه، هذه هي تاعي يعني، هذه المعتمده عندي، ونحط فيها الخل ونخليها واحد 2 مينوت بلا ما مسحت الحاله ونظفت الحاله عندي. ومن بعد راح نقطعها ونطيبها عادي. الوغ هنايا كيفاش تنحيو الريحه نتاعها من كامل المطبخ نتاعكم؟ تو سامبلومون يا اما تحكموا هدايا القهوه تكون عندكم هكذا تلوى، ولا القهوه تاعكم يعني تحكموا دوكويير نتاع الكافي تاع القهوه، وراح تشمخوها في الماء وتجوزوا على كامل المطبخ نتاعكم كامل كامل كامل. بهذه الطريقه ما راحش تبقى كامل الريحه، سينا في كاسرول تغلي عود قرفه مع عيدان مع ورق نتاع الرند تاني راح ينحي كامل الريحه بلا ما تبقاو حايرين كيفاش نحوا الريحه منها. اما بالنسبه ليديكم باش تنحى لكم الريحه، يا اما تفركوهم يعني تحكوهم بشويه قهوه، يا اما تو سامبلومون بغسول تاع الاسنان او بيان بالدونتيفريس، اي دونتيفريس عندكم راح تغسلوا بها يديكم وتغسلوا بها طفارتيكم، تم راح تروح لكم الريحه. اونديري ما درتو والو وما طيبتو والو. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم بهذا لاستيس، نكون فدتكم بهذه الطريقه، ونحيت عليكم حيره ونحيت عليكم مشكل. والمره الجايه ان شاء الله كي يقولوا لكم رانا جايبين لكم الكرشه، ما تكري لكم حتى بروبليم وحتى بانيك، او كونترير تاكلوها وانتم فرحانين بها وتتهنوا من الريحه نتاعها. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.